نكروتك، نكروتك برضه كده بقى هنا اكسس فتح معانا. عشان نبدأ بالفايل، نبدأ بفايل 8 ونبدأ بفايل 8. ده بالنسبة لأول فايل. بعد الفايل ده نبدأ نشيل الفايل ده ونبدأ بفايل 10 اللي بالشكل. بعد كده نبدأ إن احنا نحضر فايل 10 ونبدأ ندخل بيه. زي ما احنا عارفين اهم حاجة عندنا في القنوات، اهم حاجة لازم الاريجيشن. نبدأ ننزل. الريجيشن كمان. نبدأ كده بفايل 15. كده القناة فتحت كويس معانا. كده بالنسبة احنا كده خلصنا. عشان نبدأ بروتري لازم نبدأ، انا بفضل ان احنا نبدأ بالثلاث فايلات دول. بعد كده بنجيب جهاز الروتري ونبدأ نتوكل على الله ونحشي. انا عايز اقول لكم ان شايفين الاريجيشن ده من الحاجات المهمة جدا يا شباب. حتى نظل في الاريجيشن املال الاريجيشن بتاعي. كده نبدأ نديله الريجستر تمام.